السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صامدي. النهار غادي نتحدثوا على واحد الموضوع ديال فصل الأرانب الصغار عن بعضهم، فوقاش كتم هذه العملية؟ لأن ملي كيكونوا صغار حنا كنربيوهم ماشي مشكل، ولكن ملي كيبداو يكبروا كيوصلوا لمرحلة ديال التزاوج. المرحلة ديال التزاوج هي كتختلف من ما بين الذكر والأنثى. بالنسبة للأنثى خاصها توصل ل6 شهور، اما بالنسبه للذكر راه ملي كيوصل 4 شهور صافي راه كافي انه يتزوج. بالنسبه لهاد الارانب ديالي، انا كنصح كل المربي الارانب انهم يفصلوا الارانب الصغار على بعضياتهم في المرحله ديال 3 شهور. 3 شهور حاولوا انكم تفصلوا بين بعضياتهم، لان ملي كي بالنسبه للارنبه كتكون باقا ما وصلتش انها تتزوج، ولكن بالنسبة للأرنب في ما بين الشهر الثالث والرابع كيبدأ يوصل، كيبدأ يبلغ ويوصل للمرحلة ديال التزاوج. فهذيك الفترة يمكن أن ديك الأرنبة يخسرها وما تبقاش، ما غاديش تكون مزيانة للولادة. الأرنبة عذرا كتكون كتبغي في الفترة ديال التزاوج ديالها تكون بالغة وواصلة كما كنسميوها حنا، كتكون واصلة. أما إذا كانت قبل، كونوا على يقين أن التزاوج ديالها والحمل ديالها وباش تقدر أنها تولد كيكون عندكم المشاكل. إذا وهذا الشيء كاع اللي كنهضروا عليه بالنسبة للأرانب الرومية. أما البلدية 100% خصهم تفصلهم على 6 شهور. بالنسبة لهاد الأرانب هما بلدية، هادو يتفصلوا على شهرين، شهرين يتفصلوا. أما بالنسبة للأرانب الرومية، حاولوا أنكم انتما راسكم غادي إذا كنتو كتربيو الأرانب الرومية غتحسوا بالفرق بين أن صافي الأرنب ولا كبير وخصو يتفصل الذكر على الأنثى. إذا عجبكم هذا الفيديو شاركوا معنا وشاركونا بالتعليقات ديالكم الطيبة، وتكيوا على زر الجرس كي يصلكم الجديد إن شاء الله، ودعمونا وتكيوا على زر جيم. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله.